قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالترمذي. سنن الترمذي أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم. حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان الكلابي أو العامري أبو محمد الكوفي من الثقات، وساق ابن معين وقال عجلي ثقة رجل صالح صاحب قرآن، وابن سعد قال كان ثقة، وعثمان بن أبي شيبة قال ثقة مسلم صدوق. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليث من الثقات الأزبات رواه الله الجماعة. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الله يحفظكم من كل سوء، تقبل الله منكم صالح الأعمال. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من خيار التابعين، في على قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عابدا، لكن ضيع على نفسه كثير من العلم بالمجادلة مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، يعني بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان. كره مرة ثانية. كره من اللي كره يا أستاذ؟ والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. طيب، هنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني هذا الحديث فيه مسائل، وليتزن لنا المقام عند الشرح في هذا الباب، لابد أن نعلم أن هناك أحاديث جاءت أيضا في الكلام على النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن قال الإمام أحمد ضعف حتى العلاء وقال هذا حديث منكر وأنكر عليه في ذلك. فهنا لابد أن نتكلم عن مسألتين. مسألة أن هناك مكلف كانت له عادة بالصيام، عادة أن يصوم، مثلا اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس. فمن كانت له عادة، العادة هنا شابهت الواجبات والمفروضات، العادات هنا شابهت المفروضات والواجبات، لأنه استمر عليها صاحبها، واستمرار صاحبها عليها يجعلها تنزل في مصاف الواجبات، لذلك لا يترك، وهذا يعني يخرج
من كلام النهي بحال من الأحوال. يعني من كان اعتاد اثنين وخميس انتصف شعبان أو لم ينتصف فيصوم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هو عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه. وعندنا الحديث في المسند وفي غيره لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا كله على نفس الحديث، يعني هذا على أن حديث إذا انتصف وحديث لا تقدمه، لأنها عادة، والخير في العادة أنها تنقلب أو تكون كالمفروضات الواجبات فلا يتركها المرء. في الحديث مسائل، في قول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين فيها النهي، وهذا نهي للتحريم، هذا النهي عند قول الجمهور من المحققين أنه للتحريم، وأنه لا يجوز أن يصوم المرء أن يتقدم المرء بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين. واختلفوا في العلة في ذلك، فبعضهم يقول حتى لا يختلط النفل بالفرض، حتى لا يختلط النفل بالفرض. وهذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون صوم أحدكم فليصوم، فإذا فسيختلط الفرض بالنفل هنا. والبعض قال حتى يتقوى على صيام رمضان فلا يدخل صيام رمضان بضعف، قلنا هذا منتقد أيضا بالذي يعتاد صوما فليصومه. فقالوا حيرتونا إذا ما العلة، يعني نقول في ذلك ما هي العلة؟ الحق أن نقول بأن العلة في هذا الباب هي مسألة الرؤية وغير الرؤية، حتى لا يظن أحد بدخول رمضان. وأيضا إذا قلنا باختلاط النفل بالفرض فهذا له وجهاته. وأيضا من المسائل تتعلق بهذا الحديث استدل به علماؤنا على تحريم صيام يوم الشك، لأن الصحابي قال لا تقدموا صوم رمضان بصيام يوم ولا يومين، وروى الترمذي والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه قال من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، يعني إيش اليوم الذي يشك فيه الناس؟ هو يوم الثلاثين، يأتي الغيم في هذا اليوم فلا يجدون شيئا، السماء لا ينظر فيها لهلال، ما استطعون أن يروا الهلال، ومتوقع أن يكون الهلال ظهر أو لم يظهر، فهذا هو يوم الشك، هذا يوم الشك. قال عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة صيام يوم الشك بقول عمار من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. فإذا المسألة الأولى صيام يوم الشك في خلاف من العلماء، لأن البعض كان يصوم، علي بن أبطار كان يقول لأن أختي في صوم من يوم من شعبان خير من أختي من فطر في رمضان، وهذا أيضا مخالف لظاهر ما نسب للنبي، لأن قول الصحابي فقد عصى أبا القاسم لا يقول ذلك من نفسه، ولا يقول ذلك من نفسه أبدا، فيكون قوله فقد عصى أبا القاسم دلالة على أن النبي نهى عن صيام يوم الشك، وقد ورد عن سلمان عن غيره بالنهي عن صيام يوم الشك. وكما قلنا هو اليوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم، وسمي يوم الشك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون هو غرة رمضان، فيحرم صيامه إلا في حالة واحدة، أن يكون قضاء أو نذرا أو أن يكون صوما اعتاده المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل أن كان يصوم صوما فليصمه. أما إذا صامه تطوعا أو احتياطا أو قال إن كان من رمضان فيكون منه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز، ويكون قد وقع في محظورين، وقع في النهي الذي جاء عن النبي بقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمن تنفل في ذلك فقد وقع في المحظور. واختلف العلماء في قول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين على أقوال في مسألة النهي، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الحق أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وقد قال بعض العلماء أنه على الكراهة، وكما قلنا الأصل في النهي التحريم ما لم يدل دليل على الكراهة، خلافا لما قاله كثير من العلماء. وعلى هذا يكون الصيام في نصف شعبان على قسمين،
أن يصوم اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، فهذا مكروه لمن وافق عادته، لأن النبي قال إذا انتصر عن فلا تصوم، وهذا عندما صح الحديث، وهذا جمع الشافعية. الثاني صيام يوم الشك، وهو قبل رمضان بيوم، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته. يبقى صيام إذا انتصر شعبان على القول بالتصحيح، جمع الشافعية بينه وبين قول لا تقدم رمضان، بأن بعد انتصاف شعبان، بعد المنتصف من شعبان، يكره الصوم إلا لمن كانت عادته الصوم. وصيام يوم رمضان، أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا حرام إلا لمن كانت عادته الصوم، إلا لمن كانت عادته الصوم. يبقى إذن من كانت عادته الصوم اثنين وخميس، وكان اليوم قبل يوم رمضان، قبل رمضان ويوم الاثنين يصومه، أو كان عليه يوم من العام الماضي يصومه، يبقى إما أن يكون قد صام يعني عادة من صيامه فيصومه، أو كان فرضا فليصومه. نعم. قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، هنا في قوله خلاص صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله مفصلا، لكن هنا نمر عليه. قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. شوف، فإن غم عليكم هذا دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم وكان الغيم ولم تروا الهلال إذن أتموا العدة، وكما رأوا الشافعي أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين، فأتموا عدة شعبان ثلاثين، وهذا فيه دلالة واضحة على حرمة صيام يوم الشك. أما في قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، احتج به الجمهور على أن رؤية بلد رؤية لجميع البلاد، واحتج به الشافعية على أن كل بلد رؤية، لكل بلد رؤية، كما سأت في حديث قريب، وهذا تفسيره إن شاء الله، وتفسيره يأتي في قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. تبقى مسألة أخيرة في قول صوموا لرؤيته، والمفروض نحن نردها للحديث لكن أعجل بها، ألا وهي أن الحسابات الفلكية لا تجوز بحال من الأحوال، ويحرم الاعتماد على الحسابات الفلكية، لأنه جعل الأمر على إيش؟ على الرؤية، أفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم فعدوا، وهذا فيه إنكار لمسألة الحساب، وأنه إذا صام يصوم للرؤية، جعل الأمر على مجرد العين المجردة، إن رأت الهلال كان علامة على دخول الشهر وإلا فلا، وهذا تفصيله سيأتي. الفوائد المستنبطة، الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، الفائدة الثالثة الاستثناء معيار العموم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط